صدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أخيراً وثيقة 50 التي تتضمن 9 بنود تلخص جوانب من رؤيته لمدينة دبي المستقبل. الاقتصاد وتمثيله كان حاضراً بقوة ضمن هذه البنود التي ذكر فيها إنشاء أول منطقة تجارية افتراضية بالمنطقة، وسيتم من خلالها منح رخص تجارية دون اشتراط الإقامة في دبي، ما سيسمح للكثيرين بفتح أعمالهم وممارستها من دبي دون الحاجة للإقامة الفعلية بها. وهذا البند بلا شك سيساهم في وصول تنافسية قطاع الأعمال بدبي إلى مستويات غير مسبوقة. وحالياً تعتبر الإمارات ضمن أفضل 10 دول عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال وفقاً للبنك الدولي، وتهدف هذه المنطقة إلى استقطاب 100,000 شركة، وليصبح من خلال دبي فتح شركة في عالمنا العربي أسهل من فتح حساب بريد إلكتروني. ومع تطور التكنولوجيا ووسائل الاتصال أصبح التوجه العالمي نحو الأعمال والتجارة الافتراضية متزايداً، ولجأت العديد من المدن العالمية مثل هونغ كونغ وباريس ولندن إلى تنظيم قطاع تأسيس الأعمال افتراضياً، وتحقيق ذلك بالطبع لابد أن يرتكز على بنية تحتية ذات تقنية قوية، وهذا ما تتمتع به دبي، حيث تخوض دبي تحولاً استراتيجياً كمدينة دون أوراق، ومن المتوقع أن تصبح عاصمة عالمية لتقنية البلوكتشين بحلول 2020. كذلك جاءت دبي في المركز الأول عالمياً وفق مؤشر عدد مستخدمي الإنترنت، كما حلت في المرتبة الأولى عالمياً بمؤشر العمالة التقنية. ويأتي قطاع الشركات الناشئة والمشاريع المتوسطة والصغيرة في مقدمة المستفيدين من المنطقة التجارية الافتراضية، ما يشكل نقطة جذب رئيسية لجيل جديد من رواد الأعمال والمستثمرين، ويكسب دبي المزيد من التنافسية لتصبح ليس عاصمة عالمية للاقتصاد فحسب، بل للابتكار والإبداع والتميز. رنا عفيفي، العين الإخبارية.